25 مشروع بيتعلق يا اما بتعظيم الاستفاده من الموارد من الارض ومن الميه، او بيتعلقوا بان احنا بنركز على الكرة المنتجة، المرأة المنتجة، وازاي المرأة تخش في عمليات التنمية، ويبقى في برامج متخصصة لذلك. ايضا مثلا بنخش في تكنولوجي المعلومات والاتصالات عن طريقها بحدث الارشاد الزراعي في مصر، ولو حضرتكم عندكم اسئلة فيها انا اقدر اخش فيها بتفصيل اكتر. ايضا تطوير الابحاث الزراعية بالكامل عشان تخدم المزارعين وتخدم النظرة المستقبلية القادمة. وداخل في المشروعات القومية ايضا مشروعات تتعلق بالتشريعات والاصلاح المؤسسي، اصلاح وزارة الزراعة، اصلاح البنك، اصلاح الهيئات اللي موجودة عندنا، دمجها مع بعضها، مش عايزين نقول الغاء بعضها لكن دمجها مع بعضها. ممكن واحد عنده مساحة محدودة، لو عملت منها جاكيتة وبنطلون، يا اما جاكيتة هتبقى لحد هنا، يا اما البنطلون هيتلبس يبقى مايكرو فيرمون. فحاجة من الاثنين، عندك ارض محدودة ما اقدرش ازرع قمح اكتر من 3 مليون فدان، يبقى بالتالي الانتاجية بتاعتي انا بزودها. احنا عندنا من اعلى معدلات انتاج القمح في العالم، وده جم الاخوة اللي موجودين في مركز البحوث الزراعية اللي بيشتغلوا بقالهم سنين. في الثمانينيات مصر كانت تعداد سكانها 40 مليون، وكانت نسبة الاكتفاء الذاتي لنا في هذا الوقت 20%. طب دلوقتي احنا داخلين على 90 مليون، على مشارف 90 مليون. انت لو تشوف اليافطة اللي بتتكتب فوق الجهاز كل يوم كل شوية دي داخلين على 90. طيب نسبة الاكتفاء الذاتي بتاعتنا حاليا تتعدى 65% 63%. طب معنى كده ايه؟ معنى كده زاد عدد السكان من 40 مليون دخل على 90 مليون، كويس؟ لما يزيد عدد السكان بيزيد الاستهلاك، معناها لازم لو ما كنتش بعمل حاجه يقل الانتاج. لكن لو كان الناس دول في مركز البحوث الزراعيه وجهد مجموعه القمح اللي في المركز مع زملاء واللي في الجامعات في الحملات القوميه وفي كل مراكز البحوث، كان هناك حملات قوميه لتقليل الفرق بين ما ينتج ومعدلات الانتاجيه المحصوليه في البحوث وفي الحقول، هذا الجهد ادى اللي احنا فيه النهارده. ده ما جاش هباء. حضرتك ده مثلا، احنا مثلا الخطه دي الاستراتيجيه دي لحد سنه 2030 بنتكلم على اكتفاء 81%، والثاني بترين. فنص رغيف العيش ضايع، ده غير الناس اللي بتاخد رغيف العيش الملاعم ده تديه للفراخ. يعني حاجه ثانيه، لكن قلنا لو قلنا في الاستهلاك اقدر اوفر النص يبقى انا عندي اكتفاء زايد. بنتهي الموضوع ببساطه كده، ولا قمح الليله ولا نقعد نبكي على الابطال. البلد دي عايزه ناس تعرق وتشتغل وتتعلم وتحترم الناس اللي بيشتغلوا في مهنتهم وتسمعهم، مش تسمع كلام الناس اللي بتهيج الدنيا على الفاضي، ما عندناش وقت للكلام. فحضراتكم احنا هنا لو بصينا في الخريطه دي نبص ان احنا عايزين نتجه للاكتفاء الذاتي، بنقلل الفجوه في المحصول في عديد من المحاصيل. عندنا محاصيل زي الطماطم 172%، يعني انا عندي 72% اقدر استثمر. عندي الموالح وحاجات كتير بهذا الشكل. اللحوم الحمر عندي اكتفاء ذاتي بنسبه تقريبا 70%، لكن احنا عايزين نوصل ل 93%. واركز على انتاج الالبان لصالح اطفال مصر للمستقبل، واللحوم يبقى منتج سنوي، لكن لازم اركز على اللبن اكتر من اللحوم. كلام غريب لكن هو ده اللي لقيناه من كل المتخصصين في الانتاج الحيواني. والدكتور محمد فتحي اللي هو كان عضو في الفريق بتاع الانتاج الحيواني يقدر يكلم حضراتكم عن الكلام ده اكتر. بالنسبه للبيض اكتفاء ذاتي، بالنسبه للحوم البيضاء نفس الشيء، بالنسبه للاسماك احنا كنا حاطين هدف، الهدف ده هقول لكم هو المفاجاه بتاعه تحقق اوريدي على الارشاد ونقل التكنولوجيا.
وايضا على السياسات. وزاره الزراعه يبقى شغلها شاغل السياسات العامه. السياسات دي القشره الدائره اللي في الخارج دي بتاعت السياسات لازم تتغير وتتكيف حسب المتغيرات في العالم. في ناس عندهم 3 قراريط وناس عندهم 10 فدادين وناس تانية عندهم فدان ونص وبالإرث عمال يتفدى. طيب عشان أجمع التفتيت وأمنع التفتيت اللي حصل في الزراعة أعمل إيه؟ هتفاهم مع الفلاحين لازم ده يجي بالحوار. أنا مش حد حد يعني حد. والله لو دخلت معانا في نظام تحديث الري هنجمع الأرض دي الحدايق هتفضل ملكيتك ثابتة لكن أنت هتزرع محصول مع بعض الزراعة محصول واحد المحصول ده هتسوقوه مع بعض وتقسموا الفلوس حسب الأرض. عشان ده يحصل أنا همس حاجة حاجة رفضنا أنا معلش. فلو حصل هذا الكلام يحصل فيه الفلاح هيستفاد أكتر في كفاءة في الأسمدة، الفلاح هيستفاد أكتر في كفاءة في الحصاد وكل العمليات الزراعية لأنه بيعملوا كلها مجمعة. عشان ننفذ ده لازم يبقى في مشروع تاني اسمه رق المزارع بالأصوات. أنا من يوم ما جينا المزارع أنا عمال أقعد مع مزارعين أكبر مشكلة عندهم هي حكاية التسويق. والمثل عندنا بيقول يعني حسن السوق والحسن المضاعف. لو ما كانش عنده في سوق كويس هياخد المحصول يبقى هو هيفشل. فعندنا مشروع الاستراتيجية حطاه وكنا ابتدينا فيه تطبيق على يعني بعض المشاريع دي الاستراتيجية كان حاجات ابتدت يعني تحديث الري الحقلي ابتدى، ربط المزارع بالفلاح ابتدى، دعم من الإيفاد ومن هيئات أخرى. ربط المزارع بالفلاح مش مسألة بس إن أنا بربطه لصالح المنتج.